السلام عليكم. من أعظم الأفكار والنظريات اللي أنا قريت عنها واللي ساهمت في تغيير طريقة تفكير الواحد بشكل ما هي نظرية كهف أفلاطون. أفلاطون تخيل إن في ناس اتولدوا جوه كهف، مقيدين في الكهف دوت طول عمرهم، دايما قاعدين بحيث إن ظهرهم هو اللي مواجه للفتحة، البوابة بتاعة الكهف، والناس اللي أيدوهم دايما بيعدوا من قدام بوابة الكهف، وهم بقى معاهم حاجاتهم ومعديين بالحيوانات بتاعتهم والتماثيل. فكل اللي الناس المقيدين جوه الكهف بيشوفوه هي عبارة عن الظلال اللي بتقع على الجدار اللي قدامهم، ظلال الحيوانات والناس اللي بيعدوا. فبيبقى هو ده مفهومهم عن الحياة من أول ما اتولدوا لحد ما كبروا، وهو كل مفهومهم عن الحياة هي مجموعة الظلال والأشكال الغريبة اللي بيشوفوها، لحد ما في يوم واحد فيهم بيقدر ان هو يفك القيود بتاعته ويهرب من الكهف. بيطلع من الكهف بيفاجئ ان في اشجار وحيوانات، بشر ذكور واناث، مش مجرد الظلال اللي كانوا بيشوفوها في الكهف الضيق ده. افلاطون يقصد بالنظرية دي ان هو يقول ان الحياة والتجارب الحياتية مش مجرد تجربتك الفردية الضيقة اللي انت بتمر بيها. لازم الواحد يقدر يشغل تفكيره ويوسع إدراكه ويعرف إن في حياة تانية مختلفة عن اللي هو عايشها ويتقبل ده. بحس دايماً بقى للأسف إن الطلبة بتوع تالتة ثانوي هم الناس المقيدين جوه الكهف ده، شايفين مستقبل واحد بس في كهف ضيق وحلم واحد وظلال واحدة، وهي ديت بالنسبة لهم هو كل المستقبل اللي ما يقدروش يتخلى عنه. عشان كده لا قدر الله لو حصل أي اختلاف بسيط في اللي هم شايفينه والحلم اللي هم بيفكروا فيه، بيحسوا إن الحياة انتهت ووقفت. مع ان لو اي حد فيهم سأل زميل لي من اللي اتخرجوا من ثانوي ودخلوا جامعة او بدأوا في مجال الشغل، هيقول لهم بكل بساطة ان الحياة عمرها ما كانت واقفة عند حلم ثالثة ثانوي اللي اتحقق او ما اتحققش. بالعكس، انت تقدر تتميز في اي كلية تخشها، تقدر تدرس كورسات في مجال ثالث خالص غير اللي انت كنت بتحلم بيه وغير الكلية اللي انت دخلتها وتتميز فيه برضه. لازم يبقى عندك بلان بي، خطة بديلة لو لا قدر الله ما حصلش الحاجة اللي انت كنت بتحلم بيها. ومفيش انسان ناجح بيقف على حلم واحد، لازم تبقى عارف ومحدد ايه هي فرصتك التانية والتالتة كمان. ومهم جدا ان يبقى عندك القدرة على تقبل مشاعرك ومشاعر الاخرين برضه. ونصيحة مني، ابعد عن السوشيال ميديا في اليوم بتاع النتيجة ده، ابعد عن السوشيال ميديا وابعد عن اصحابك اللي معاك في نفس السنة اللي هيبدأ غصب عنك تعمل مقارنات ما بين حزنك وحزنهم او فرحك وفرحهم والنتيجة بتاعتك، ومين اللي كان بيذاكر وجاب اعلى منك ومين اللي ما كانش بيذاكر وهكذا. وحاول في يوم النتيجة تقعد مع اكتر شخص بتحبه في البيت، والدك، والدتك، اخوك، اختك، اكتر حد فيهم انت بتحس ان هو قريب ليك وبيفهمك وبتقدر تصارحه بمشاعرك بدون خجل منه. آخر حاجة هقولها لك بالنسبة ليك كطالب، إنك تكون قد مسؤوليتك. خليك قد المسؤولية بتاعتك وما تهربش منها. تحمل النتيجة اللي هتظهر لك أيا كان، ما تهربش منها بالإحباط والضيق والانغلاق على نفسك. ده طبعا لو لا قدر الله ما حصلش اللي أنت مستنيه وبتحلم بيه. الشق التاني بقى أو الجزء التاني اللي هتكلم فيه مرتبط بأولياء الأمور اللي طبعا هلكوا نفسيا وماديا وجسمانيا مع أولادهم السنة دي وكل سنة. خليك فاكر إن يوم النتيجة ده هيفضل محفور في ذهن ابنك أو بنتك طول حياته بعد كده. هيفضل دايماً فاكر نظرة التأنيب أو التشجيع أو الفرحة اللي هتبقى في عينيك. هيفضل دايماً فاكر كلمة مبروك أو ألف مبروك طلعت بحزن ولا كان بفرحة حقيقية. ويا ريت النصيحة الدائمة إن نتجنب المقارنة مع أصدقائه ومع ولاد عمه ومع بنات خاله. وبدل ما نلومه على النتيجة اللي حصلت وخلاص الموضوع بتاعها انتهى، نبدأ نساعده في التخطيط لمستقبله، نبدأ نساعده في موضوع الخطة البديلة. يعني نبدأ نشوف ايه الوظائف المهمة في المستقبل، ايه المجالات اللي الشركات بقت طالباها حاليا وبقت مرتباتها أعلى بكتير من مرتبات الوظائف العادية. مهم دايما ان احنا نبقى مدركين ان احنا مش لازم نحقق احلامنا في اولادنا، لأن هم ظروفهم غير ظروفنا، أفكارهم غير أفكارنا، وأحلامهم غير أحلامنا. حقيقي يعني أتمنى إن شاء الله
في اليومين الجايين، ربنا يرضيكم جميعا بنتيجة تكون أكبر من توقعاتكم وأكبر من أمنياتكم وأحلى من اللي أنتم بتحلموا بيه. وربنا يرضيكم بمستقبل عظيم جدا يكون معتمد على قدراتكم الحقيقية اللي هتبدأ في الظهور من بعد النتيجة، مش في أيام ثالثة ثانوي. هتبدأ في الظهور حقيقي من بعد ما تدخل الكلية اللي أنت هتحقق حلمك فيها، وأي مجال تاني تقدر تخش فيه عن طريق كورسات أو عن طريق شغل، وده اللي المفروض يحصل سريعا يعني عشان تقدر تخرج من كهف الثانوية العامة بسرعة. أشوفكم على خير إن شاء الله.